خليني اطمن حضراتكم كمان، يمكن يعني النهارده الى حد كبير اطمننا على علي معلول. هو يمكن جات له اصابه بسيطه امبارح في تاتش، النهارده شارك في التمرين. النهارده الحقيقه الاهلي يعني اختتم استعداداته بقى لماتش الانتاج بكره ان شاء الله في الجوله السابعه والاسبوع السابع لدوري العام، والماتش هيكون على ملعب الاهلي والسلام، والماتش هيقام ان شاء الله باذن الله 7:30. نتمنى ان شاء الله نشوف عرض قوي من نجوم النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم، يمكن بيتس موسيماني بيدرس ان هو يخلي والتر بواليا اساسي في مباراه بكره، مباراه الانتاج، وعايز يدي اللاعب مزيد من الثقه علشان يقدر ان هو يثبت طبعا اقدامه اكتر في بدايه رحلته مع فريق النادي الاهلي. وكمان زي ما قلنا موسيماني بيدرس ان هو يعيد ايمن اشرف لمركز الظهير الايسر في مباراه الانتاج، لو طبعا ما قدرش علي معلول ان هو يلحق بالمباراه. زي ما حضراتكم عارفين يمكن انه علي معلول تعرض لاصابه في الساق وغادر بسببها ملعب التاتش، وبيخضع لفحص طبي النهارده، هيحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنيه ولا لا. في كل خطوة من خطوات المشوار ده أنا بيتهيألي إنه مستر موسيماني بيسابق الوقت، بيسابق الوقت إنه يجهز الفرقة وإنه يزود من حفظهم لطريقة اللعب وأدائهم لأدوار مراكزهم وزيادة مساحة الانسجام بينهم وبين بعض. وكمان أنا بيتهيألي واحدة من أهم أولوياته فكرة التجربة، فكرة التباديل والتوافيق. لا قدر الله في حالة إصابة أو غياب لاعب او اثنين من نفس المركز، مين ممكن يكون موجود؟ شفنا مثلا على سبيل المثال، شفنا اكرم توفيق بيلعب باك يمين في الماتش بتاع سيراميكا. ممكن نشوف اكتر من مركز بيحصل فيه يعني تجارب. الحقيقه جمهور الاهلي في الحته دي مش مقصر خالص الحقيقه، يعني انا كل مباراه للنادي الاهلي بسمع كم كبير جدا من الاقتراحات، سواء في اسماء او صفقات من الممكن انها تدعم فريق النادي الاهلي، او في اختيارهم لبعض اللاعبين اللي ممكن يلعبوا في مراكز مختلفه غير اللي احنا تعودنا نشوفهم. يعني اقتراحات مثلا على سبيل المثال، طبعا وانا بحب دايما يعني برضو يبقى في مساحه للجمهور انه يقول صوته من خلال السادسه، كان في مثلا فكره انه حسين الشحات يرجع يلعب باك يمين ونستغل قدراته وسرعته ومهارته. في كلام تاني انه ربيعه ممكن في المكان ده يكون كويس جدا. محمود متولي ان شاء الله ما يرجع بالسلامه، اعتقد مع بدر بنون وياسر ابراهيم هيبقوا مالين المكان ده، وربيعه طبعا وسعد سمير. فايمن اشرف ممكن يدعم في الوقت ده الناحيه اليسرى. يعني كل دي تجارب اعتقد مستر موسيماني هيطبقها في المرحلة اللي جاية.